برحب بالكابتن سيف، اقول له كل سنه طيب وكل سنه ومصر والشعب المصري كله بخير، وربنا يا رب ان شاء الله يعود علينا الايام بخير ان شاء الله باذن الله. طبعا انت عارف الاجواء يا احمد، انت عارفني انا متربي وسط الناس دي من وانا صغير وبتاع، ودول اصحابي واهلي وبتاع، وزي المثل الشعبي اللي بيقول لك ملوش خير في اهله ملوش خير في حد يعني وبتاع. فانا طبعا باجي باي مناسبه، بستغل اي مناسبه وبتاع، باجي اتواجد وسط الناس وسط اهلي واصحابي. لا باجي طبعا اخلع عباية لعيب الكوره دي خالص، اخلعها واعيش معاهم وسطيهم واعيش واتعايش. ان الاجواء دي اللي بتحسسني بنفسي، يعني مفيش اجواء تانية بتحسسني بنفسي غير الاجواء دي. طبعا الحمد لله كمان يعني موضوع الريف دلوقتي بعد المبادره بتاع سياده الرئيس فهتغطي كل حاجه يعني. فانا بقول لك يعني ده حق واجب علي، واجب على على واجب على اهلي في بلدي، ان انا لو ما عملتش كده فما ما 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 حدش هيبص لي، ده واجب عليا لان انا ابنهم وهم متعشمين فيها خير، وعمري بس الحاجه اللي يكون في ايديا يعني عمري ما اقولها لا. طبعا انت عارف بص السلم ده طبعا بيبقى درجات، في اللي هو بيصبر، فالمثل بيقول لك اللي بيصبر بينول يعني. انا طبعا عملت اللي عليا. انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن اصحابي يمكن سجلوا معاك، انا في قد 100 مره في موضوع الكوره، وانت عارف كده بس النصيب لا النصيب بيلعب دور كبير، وربنا في الاول وفي الاخر بيدي موضوع الاجتهاد ده والتمسك بالامل. بص يعني انا جيت طبعا وانا رايح سيراميكا كليوباترا، الناس كلها يعني كانت متفاجئه طبعا بعد مفاوضات الاهلي والزمالك والمشاكل الاخيره اللي كانت حاصله في بيراميدز وبتاع، ولكن طبعا الشارع دلوقتي كله بقى فرقه سيراميكا كليوباترا بقى حديث الشارع يعني. بص مفيش لعيب في مصر ما يتمناش يلعب للقطبين يعني مهما كان حجم اللعيبه يعني. فطبعا دي حاجه بتديني دافع وبتحط عليا مسؤوليه وبتاع، وفي الاول وفي الاخر يعني زي ما انا قلت لك النصيب بيلعب دور يعني. عندنا يمكن بالاخص موضوع الزمالك اللي الناس ما تعرفوش، ان انا كنت مخلص مثلا يعني كنت قريب جدا لنادي الزمالك، بس النصيب لعب دوره بتاع وادارات اتغيرت وما الى ذلك وبتاع، ما حصلش نصيب. طبعا ببارك له صح على الجائزه الاخيره افضل اعلامي، لان هو يعني عن جداره يعني. كابتن سيف من الشخصيات المحترمه النظيفه النزيهه اللي انا يعني شهادتي تبقى فيه مجروحه يعني. من ساعة ما اول حاجة في نجا حماد في المغاغة، ايوه معاك انت، وبعد كده راح نجا حماد، وبعد كده راح امبي شغل، ومن امبي الكابتن علاء عبد العال خده معاه الداخلية، والداخلية طلع على سموحة، ومن سموحة على سيراميكا. ايوه بس انت شايف بكار ازاي دلوقتي؟ يعني انت بتفرح للنجاحات اللي وصل لها دي؟ طبعا رد فعلي ده انا عايزه يبقى نجم من النجوم، وربنا يبارك فيه ويحافظ عليه، وربنا يحبب فيه من ريش عليه. بص بكار يعني طلع من نشأته وهو صغير بيلعب بقى كل مع الناس، كان بيلسن يروح الوحده هنا عندنا احنا يلعب، واخد بالك؟ جاء بعد كده شافوا اللي هو كابتن عصام تاج الدين، راح مغاغة. تمام، من مغاغة بقى بدأت نشأته على طول، راح الألمونيوم، من الألمونيوم قعد حوالي سنتين أو 3 سنين في الألمونيوم. تمام، بعد كده راح إنبي، من إنبي للداخلية، من الداخلية لسموحة، ومن سموحة لبيراميدز، بعد كده سيراميكا كليوباترا. تمام، بالنسبة للناس وبتاع هو بكر اجتماعي يعني، الناس كلها تحبه. تمام، هو يعني متواضع جدا يعني، تحب ان هو مش مستكبر بتاع، الناس كلها ما تحبه وخلاص. بكر صاحبي من اولى ابتدائي لحد ما خلص جامعه لحد يومنا هذا يعني، بصراحه بكر يعني الناس كلها بتحبه يعني، كبير صغير في البلد. كنت بلعب معاه في مغاغه، ولعبت معاه منتخب مديريه ومنتخب الاداره، والحمد لله ربنا كرمه. بصراحه بكر ملتزم في التمارين، ما بيغيبش، ملتزم في حياته كلها، وبرضه التدين عنده حق ربنا اول شيء في حياته يعني، الصلاه، التزام، حب الفقراء، حب الخير، دي حقيقه. الناس بتحبه جدا، ان هو خدوم للناس يعني، هو مش ابن حد معين هنا، ابن البلد كلها يعني، اي حد بيطلب منه حاجه بيروح يجيبها يعني، مش بيقصرش مع حد بصراحه يعني، ودي اميز حاجه، عشان كده ربنا بيديله يعني، وربنا بيكرمه.